مال الجمر ماله ما جيناش على باله، مال الجمر ماله جمر والله جمر ما جيناش على باله، مال الجمر ماله. الله يرحمك يا استاذ، كنت سابق عصرك. مال الجمر ماله ما جيناش على باله. ليش اتأخرت يا توحة؟ تعالي لي يا توحة تعالي، اتأخرت علي واني على الأرض. ما جيناش على باله، مال الجمر ماله ما جيناش على باله، مال الجمر مال توحة. ليش ليش اتأخرت يا توحة وانت تعرفين ان الحالي بالشقة؟ قصدي يعني مشان تروقين الشقة وتنظفينها. يا شيخ انا جاية في ميعاد. زين اقول لك، ادخلي المطبخ واعملي لي من تحت دينك الحلوين هذولا وجبة اكل، لاني جوعان، اني جوعان يا توحة. عناية توحة. اقول لك، نادي على البواب من شباك المطبخ وقولي له يطلع لي الحين. ماشي يا شيخ. وبعاد كنتم ولا قريبين، لمرادنكم دايم دايم سالمين، وليلة ليلة 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 ليلة. اقول لك يا حج، تروح الحين عند ابو الكوامل، تعرف ابو الكوامل؟ تقول له انطيني الامانه للشيخ عبد الله. ها؟ خذ ادي له الفلوس وقول له انطيني الامانه للشيخ عبد الله، فهمت؟ فهمت يا باشا. ما تتاخر يلا. اوكي يا باشا. يلا ما تتاخر. حاضر. وبعاد كنتم ولا قريبين، لمرادنكم دايم دايم سالمين. خير يا شيخ عبد الله؟ عاوزني اطبخ لك حاجه غير الكوسه؟ توحتي انا شفت نفسي متوحش بالصاله، قلت اجي اتسلى وياكي. طب ما تقعد بره في الصاله احسن، تقعد على الكنبه تتفرج على المسلسل، تفتح كده المكيف، ده حتى الجو هنا يعني خنقه وحر. حر؟ انا اللي حران يا توحه، بس الجو هين منعش. ما تجيب من الاخر كده يا شيخ عبد الله عشان يعني تريح وتستريح. احسن كلمه قلتيها يا توحه، جيبي انت من الاخر. من الاخر اللي في دماغك ده مش هيحصل ابدا. وان كنت فاكر انك انت مشيت مراتك وابنك وكابور عشان تستفرب بيا، مش هيحصل. وسيبني في حالي بقى، خليني اطبخ ولا اسيب لك البيت وامشي؟ لا لا، تمشين تروحين فين وتسيبيني لحالي يا توحة؟ ماله حالك يا اخويا، ماله حالك، حالك احسن من حالي. ما تسيبني في حالي بقى، كفايه الغلب اللي انا فيه. غلب؟ ليش غلب يا توحة؟ ليش غلب؟ توحتي اني بير ماله قرار، فضفضيلي قولي اللي نفسك بيه يا توحة وانا اسمعك. توحتي اني ربنا بعدني مشان احقق لك احلامك، تبين فلوس انطيكي، تبين ذهب اجيب لك، امريني بس يا توحتي. لا تامرني ولا امرك، خد بعضك واطلع اقعد بره بدل ما اسيب لك البيت وامشي. خلاص خلاص خلاص، ما تتعصبين، اهدي اهدي. ما تنسينا الكوسة، أريد أكل كوسة. أنت الكوسة في دماغك. طب ما جيتيش ليه أول ما اتسرقت يا بنتي؟ على الأقل كنا عملنا نشرب أوصاف العربية وجبناها بدري. والنبي يا باشا ما أعرف إيه اللي حصل. أول ما اتسرقت اتشال التفكير، قمت رايحة على بيت أمي على طول، ويا ريتني ما رحت لها. ليه؟ ما فيش، الولية مش مصدقاني. سألتني فين الفلوس؟ قلت لها اتسرقت.
قالت لي يا اما الفلوس يا اما مالكيش اكل في البيت. مالكيش اكل يعني ايه الكلام ده؟ هي كده يا الفلوس يا مفيش اكل في البيت. طب بذمتك يا باشا هشهدك انا كبيره واقدر استحمل ما اكلش، لكن ذنبه ايه الواد من عمامي ما ياكلش؟ لا 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 الله. طب اهدي طيب هتتعدل. والله يا باشا سالفه فلوس ومش عارفه هرد الدين اللي عليا ازاي. خدي خدي امسكي دول. لا يا باشا ما يصحش يا بنت امسكي سد ديونك وهاتي بدل البضاعه اللي اتسرقت. ربنا يخليك ليا يا باشا، ربنا يكرمك دنيا واخره. انت هتقعدي تدعي لي بقى ساعتين بديهم سلف، انا مش بديهم لك كده يعني، بس اول ما الدنيا ترستع معاكي هتيجي تجيبيهم لي تاني. حاضر يا باشا هستأذن انا بقى. اقعدي يا ولد. دوم يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه رايك تشتغلي حاجه تانيه جنب الدلاله دي؟ اشتغل ايه بس؟ والاقي وقت منين يا باشا؟ شغل كتير يا بنتي. هنزلك عند واحد مخدماتي يوديك عند واحد تشتغلي عنده في البيت. شغاله يعني يا باشا؟ ماليش فيه. بعدين مؤاخذه يعني هو حضرتك متفق عليا انت وامي؟ امك؟ امال انا شغاله؟ مش احسن من لافه في الشوارع ليل ونهار وفي الاخر تجيلي مضروبه ومعيطه؟ بس انا يعني يا باشا انا مؤاخذه يعني ماليش خلق يعني حد يتأمر ويتشرط عليا ويقول لي شيلي ده من هنا وروحي اقعدي هنا وما تتحركيش من هنا. ماليش خلق لده يا باشا. وزة لو قلت لك ان انا عايزك تحط عينيكي على الراجل ده تراقبيه يعني هتقولي لا برضه؟ يعني انت يا باشا عايز تشتغل مخبره مع حضرتك؟ اه مخبره مع حضرتي. معاش ولا كان يا باشا اللي يقولك على حاجه لا ولا يرفض لك طلب. اتفقنا يا وزة. هبعتك لواحد مخدمات اسمه عم نوح، هو ده اللي هيوديك عند الراجل اللي انا عايزك تروحي عنده. حاضر يا باشا. حاضر يلا. توحه توحه خليك انت يعني راح افتح الباب، روحي كملي شغلك بالمطبخ، اطبخي لي واكل زين حلو. يلا يا توحه يلا يا توحه. ابو الكوامل على وش التاخير يا ابو الكوامل؟ اعمل ايه بقى على ما الراجل العطار عمل لي الخلطه واداني الحجر. خد ايش حجر جهنم. حجر جهنم؟ حجر جهنم يعني ايه؟ شيت بلا عارف. لا جيت بلا ايه، ما توديش نفسك في داهيه. الخلطه هي اللي هتتدوب في ميه وتشربها، الحجر ده بقى تدهن بيه. والله شكلها وصفة زينة يا ابو الكوامل. هيخليك نار. تريد تصير نار انت؟ ما تريد؟ لا لا خلي بقى تجيب واحد بس على قد ما ايدك تطلع. ما يصير. اشكرك يا ابو الكوامل. بسم الله ما شاء الله. الف سلامة. الله يكرمك. بامان الله بامان الله. ادعي لي يا ابو الكوامل. الله حجر جهنم. هلا بيا يا رز على ملوخية يا كنت قاعدة اتغدى وضربني بالمخدة في لا ايه ده؟ يلوي 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 ايه ده؟ يا مصطفى ايه ده ايه ده؟ قفشتك ايه اللي انت بتتفرجي عليه ده؟ ده انا كنت فاكرك قطة مغمضة اتفرج على مجلات. يا نهار ابيض ده كلام برضو. قولي لي بقى اتفرجي على الحاجات دي من امتى وجبتيها هنا ازاي؟ انطقي. دي انت هتاخدني في دوكه بقى، انت اللي شايل الحاجات دي ليه؟ دي حاجات استغفر الله العظيم. دي لا استغفر الله العظيم ايه؟ دي كتب المدرسه. كتب المدرسه هبلاني ما رحتش مدارس، دي حاجات حرام وعيب وهتدخلك النار. طب وحياتك انت دي كتب مدرسه. طب قولي لي انت سبت المدرسه وانت في سنه كام؟ ثالثه اول. دي بقى خمسه ثالث. شفتي انت لو كنت كملتي كانوا ادوك الكتب دي. طب طالما يعني هي كتب مدرسه خبيتها تحت المرتبه ليه؟ ده انا خبيتها عشان اختي مريم. ماما قالت لي ان انا اخبيها كده عشان هي لسه ما خدتش الكتب دي في المدرسه. شفتي بقى؟ سيبيني بقى اذاكر عشان انا عندي امتحان رهيب في صفحه 10. ماشي وادعيلي. ربنا يوفقك.